اهلا بيكم. هنعمل بقى بيتزا بطريقه سهله جدا، وكمان ساندوتش بالتونه، بس هيعجبكم قوي. للمكونات انا هحتاج توست، انا كان عندي بس براون، بس لو عندكم ابيض برضو عادي. يعني هحط بقى فراخ وجبنه موتزاريلا وشيدر، طماطم، كاتشب وزيتون. طبعا تحطوا اللي انتوا عايزينه. بقى هحط زيت زيتون على التوست، وبعدين هحط عليه زعتر، وهحط الكاتشب، وبعدين بقى هحط الجبنة والموتزاريلا والشيدر، وهحط بقى الفراخ والطماطم والزيتون وكده. طبعا نص الحاجة راحت في الطبق، بس انا رجعت حطيتها تاني، وهدخلهم بقى الفرن. علشان ساندوتش التونة هحتاج تونة وبصل لو حابين، ومايونيز وتوست. هحط البصل على التونة والمايونيز وهقلبهم لحد ما يبقوا بالشكل ده. حمصت التوست وهحط بقى التونة فيه وهقفله، وهيبقى طعمه حلو جدا جدا. اتمنى يعجبك.